مرة أخرى يعود إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك ومرحبا مرة أخرى سيادة العميد معنا في هذه التغطية. وكنا نتحدث أنه في سياق السياسة لا نستطيع أن نحسم باليقين قبل وقوع الحدث، ولكن حتى اللحظة كيف تقرأ التطورات سيادة العميد؟ وهل نستطيع القول بأنه بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان بالفعل؟ صباح الخير، صباح الخير مشاهدين. إسرائيل إلى ما تريد على طول تطلب الغفران ولا تطلب الإذن. كيف هلا إذا كان القضية بوجود كيان العدو الإسرائيلي؟ فبالتالي جولات إسرائيل على الاعتداء على لبنان هي جولات جوية، بل بلشت مرحلة الأولى ورح تكون تصاعدية وما فينا نحسمها بالتوقيت. وردود الحزب الله لم تكن كافيه بالاهداف حتى الان، ونتوقع ان تكون تصاعديه الصواريخ والنوعيه والاهداف النوعيه من حيفا لتل ابيب. يجب ان تتعادى الاهداف ليكون حزب الله رد موقع استراتيجي بالتساوي مع الدوله المعاديه. وبالتالي نتوقع الكثير من الجولات والتصعيد بالقصف الجوي والصاروخي، وبستبعد بالآن التعدي البري. طيب بالنسبة للتدخل الإيراني ومساعدته بسنة 96 وب 2006 التدخل الإيراني لم يكن مباشر وساعد حزب الله، فليس من المنتظر أن يساعد مباشرة. بس في قرار الصاروخ الاستراتيجي او النوعي على اهداف باسرائيل اكيد بده موافقه من الطرفين حزب الله وايران. حتى الان ما لقينا صواريخ نوعيه الا متوسطه تتعرض لها اسرائيل. طب سيادة العميد، بعد أن كانت الاستهدافات من الجانب الإسرائيلي على الجنوب اللبناني كان يستهدف بلدات محددة، ولكن منذ أمس نشهد أن الاحتلال يستهدف أماكن جديدة في مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك وأيضا والهرمل وجرود جبيل، يعني أماكن جديدة بالنسبة لي هذا الهجوم من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عسكريا واستراتيجيا. كيف تنظر إلى هذا الأمر سيادة العميد؟ الاهداف هل تعتبر اسرائيل هي اهداف عسكريه ومتوقع القصف بهالمناطق باعالي كسروان بالشمال متوقع، لانه يقال انه مخازن ذخيره لحزب الله متواجد وصواريخ بالمخازن بهذه الجبال هناك. لكنها صحيح امبارح كانت اهداف عسكريه بس تعرض للاصابات كثير من المدنيين اللبنانيين، كان الاصابات بحدود ال 500 إصابات، أغلبيتها من المدنيين بالرغم من الأهداف كانت عسكرية من الطرفين، من طرف حزب الله ورمي وعلى إسرائيل كانت أهداف عسكرية وعلى لبنان أهداف عسكرية. فبالنهايه بالتالي بنقول قواعد الاشتباك بازالت لحد ما مضبوطة، الطرفين عم يتجنب الحرب الشاملة، لأنه الحرب الشاملة من الوقت بتصير حرب إقليمية، الكل عم يتجنب الحرب الشاملة. طيب إلى أي كفة تميل العمليات العسكرية الآن سيادة العميد؟ هل نحن بصدد ممكن أن نشهد عمليات عسكرية برية يعني خلال الفترة القادمة أو خلال الساعات القادمة؟ أنا متوقع من حزب الله، لأنه مستوى أهداف اللي قام بها حزب الله ضد إسرائيل لم تكن كافية بالمستوى اللي تعرض لها. لازم يعمل اكيد متوقع انا اهداف كوماندوس بداخل المنطقه الاسرائيليه ضد اهداف قياديه، بتوقع فتح جبهه الجولان نوعا ما لتخفيف الضغط وبالخاصره، بتوقع ضرب بعض البنى التحتيه كمطار مطارات، اليوم ضربوا الصبح مطارين عسكريين، بس بعد بتوقع مطار استراتيجي بن غوريون ضرب قطاع الكهرباء باسرائيل، وأهداف استراتيجية يجب أن تضرب بإسرائيل ليكون في توازن بالأهداف بين الطرفين النزاع. لهيك المرحلة بأولها في تصاعد قصف تصاعدي بالصواريخ الكفي لإسرائيل بعد الآن، المبادرة وقوة الردع مع إسرائيل، فكسر لم تتوقف المعركة في لبنان
قبل كسر قوة الردع الإسرائيلية وشعور حزب الله باسترجاع، وإلا سيدفع ثمنها ويكون بالمفاوضات بعد تسخينها وقيام بالمفاوضات سيدفع ثمنها ب 1701 معدل لصالح إسرائيل. وأكيد اللي عم بيصير بلبنان بموافقة أمريكية هدفه التصعيد للسخونة للوصول إلى مفاوضات بين الأطراف كل، والأهم شيء بهيدا لفصل حماس عن حزب الله وجبهة المساندة لغزة. طب سيادة عميد، بالنظر إلى قدرات جيش الاحتلال من حيث أعداد الجنود وكذلك أيضا المعدات، وبخاصة ضمن القوات البرية وبعد عام كامل من حرب ضد قطاع غزة وأيضا اجتياح شبه يومي في الضفة، هل ترى سيادة العميد بأن الجانب الإسرائيلي قادرا يعني في هذه اللحظات أن يدخل ضمن هذه العملية البرية ضد الجانب اللبناني؟ سيدتي الكريمة، أنا من رأيي الشخصي قدرات الجيش الإسرائيلي من جاهزة بعد بالناحية البرية، لهيك بتوقع بالهجوم البري يكون يا بعيد يا ما رح يصير أو محدود. القدرة الهجومية على لبنان صعبة، الجيش الإسرائيلي غير جاهز بالعديد لا يغطي لبنان. من المتوقع عملية محدودة لخمسة سبعة كيلومتر، إقامة منطقة معزولة للتفاوض والابتزاز عليها لتأمين شمال إسرائيل، خاصة هلا شمال إسرائيل بطل بدل 70,000 إسرائيلي بأمان أصبح صار مليونين إسرائيلي بخطر بالملاجئ، وبالتالي عم تعلى فرضية إقامة منطقة معزولة إسرائيلية لتأمين السلام لشمال إسرائيل. فبس على صعيد الهجوم البري إلى لبنان الكامل من الصعب جدا، جهوزية الجيش الإسرائيلي غير كافية. هل بعد عملية غزة هل برأيك سنصل خلال أيضا الساعات القادمة إلى محاولات للتهدئة من قبل الجانبين؟ لا أكيد التهدئة صعبة، هلا المطلوب سخونة تصاعدية، رميات تصاعدية صاروخية، لأنه الاثنين الطرفين ما بيقعدوا على الطاولة هلا طالما المبادرة وقوة الردع بيد الإسرائيلي، طالما المفاوضات بحاجة إلى سخونة، السخونة لم تكن كافية، بعض الأهداف التدميرية هيدي حزب الله ما في مشكلة لأنه المستوى الهرمي والقيادي لحزب الله بعده بجهوزية، بعده عنده قدرات ما استعملها مثل ما ذكرت تصاعدية، نتوقع استعمالها لاحقا. وبالتالي انا بتوقع حماوي وسخوني وليس برودي، وليس ولا لاي طرف يمكن يتدخل يقدر يوقف الحرب، خاصه في وقت قطري تركي اليوم امني بالتدخل بالحرب اللبنانيه. انا بتوقع صعب ان تتوقف الحرب الان. سيادة العميد، أيضا عسكريا واستراتيجيا، هل يمكن القياس لجولة العدوان الإسرائيلية الآن أو الحالية على لبنان بسابقتها؟ لا، في فرق كثير بالقدرات حزب بالتكنولوجيا حزب الله كان متمرن على القوى القتال الكلاسيكي، كان في فرق بالتقنيات بهذه الحرب بين الحروب السابقة وبين حزب الله وإسرائيل. التقنيات فرق، والمبادرة وقوة الردع التي قام بها إسرائيل أدت إلى تصدع بعض التصدع بقيادات حزب الله، ولكن لا يمنع من عنده إمداد بديل وعنده قوات جاهزة لتبديل وتكمل المعركة، بس لا شك عملت له خلل عم بيعالجه. وبالنسبه للتقنيات صار عنده شكوك، عناصر حزب الله يقاتلون اليوم بشكوك بالاستخبار، خاصه بالناحيه الاستخباراتيه، لديهم خروقات خاصه بعد عمليه بالامس الضاحيه مجاهد الكركي، فخلقت شكوك بالمنظومه القتاليه بحزب الله، وبالتالي هيدي اخطر من القتال، فهيدي عم تتعالج تعالج مع الوقت، وبالتالي حزب الله بيرجع بيتابع معركته، بس في فرق كتير بالقدرات خاصة التقنية بين حزب الله وإسرائيل يجب معالجتها.
يعني بعدما شاهدنا استهداف من قبل قوات جيش الاحتلال لمناطق وأماكن جديدة كما ذكرت في حديثي معك سيادة العميد منذ قليل لأماكن جديدة في الجنوب اللبناني أيضا، هل تتوقع سيادة العميد أن يكون المجال مفتوحا بشكل موسع لعملية عسكرية أوسع وتستهدف مناطق أبعد من هذه المناطق؟ من الطبيعي، نحن الآن بجولات جوية، ما بتوقع تفتح أكثر أكيد، ولا الموسادين بيقدروا يتدخلوا هلا لأنه الطرفين لم يستطيع تحقيق أهدافهم، الطرف الإسرائيلي لم يحقق شمال إسرائيل وأمنه، والطرف اللبناني جبهة الإسناد غير كافية ولم تلبي طموحاته، بل أصبحت جبهة الإسناد في بقعة أرضه. فبالتالي لن تتوقف ولن تفيد المفاوضات، وخاصة القيادة الأمريكية والحلفاء الغربيين كلهم متفقين على العمليات اللي عم بتصير، لا يقعد العالم كله يتا على المفاوضات منهكة. ما لا تقدري تاخدي قرارات بالمفاوضات، بدها تكون في جميع الأطراف منهكة وتطلب هذه المفاوضات. حتى الآن الجميع بانتظار ازدياد الاهداف، الاهداف بدها تزيد تصاعديه على الاكيد، لانه جميع بعد كل الاطراف متمسكه بقدراتها وبقوتها، متمسكه بكسر قواعد اللعبه واستدراج الطرف الاخر على حقل قوته. وبالتالي بعدنا باول طريق بتوقع تصاعديه، وجميع الدول الغربيين مغطيين هذه العمليه للوصول الى الشط الامن، بدون هيدي ما في مفاوضات، ما في امن بشمال اسرائيل، ما في قرار لحماس، خاصه غزه توقفت عن قصد، قبل انهاء ملف غزه توقفت عن قصد وانتقال الى شمال لبنان لفك مسار حماس وحزب الله، وبالتالي تنفيذ مشروع دولي الفلسطيني يلغوه، وبالتالي تامين 1701 زايد بلبنان افضل لمصلحه اسرائيل، والتهجير يمكن مشروع الضفه لانه حامي كمان تهجيرهم الى منطقه عربيه كالاردن او غيرها. فبالتالي المشروع دولي منه المحلي، المشروع غير جاهز للتفاوض ولاخذ قرارات لمصلحه الطرف، فبالتالي متوقع سخونه ولبنان انتقال لاحقا من مراحل الاعتداءات الجويه الى مراحل منطقه محدده بالجنوب اجتياح بري، بس مش على صعيد لبنان، من الصعب اجتياح لبنان، جهود الجيش الاسرائيلي غير كافي خاصه بعد معركه غزه. من العاصمه اللبنانيه بيروت كنت معنا سياده العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.